بسم الله الرحمن الرحيم. أنشئ مماثل الشكل واحد بالنسبة للمستقيم دي. هذا هو الشكل واحد، عبارة عن مضلع، وقلنا أن المضلع هو كل خط منكسر ومغلق. هذا مضلع، نحسب الرؤوس 1 2 3 4 5، يسمى خماسي، مضلع خماسي. انظروا، خط منكسر 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 مغلق. هذا الشكل نبحث له عن مماثلة بالنسبة للمستقيم دي. هذا الأحمر هنا يسمى محور التماثل، يعني مثلا إذا قمنا بعملية الطي سيسقط هذا المضلع على هذه الجهة، أو مثلا إذا قمت بوضع صباغة وقمت بعملية الطي سنجد مثل هذا الشكل هنا بأثر الصباغة. لدينا هنا شبكة تربيعية ستساعدنا لكي سنذكر طريقة سهلة. نبدأ بالرؤوس، انظروا إلى هذا الرأس، هذا الرأس يبعد بهذه القطعة، إذن فمماثله يبعد أيضا في الأعلى بقطعة، أيضا هذا الرأس يبعد بقطعة. هذا الرأس انظروا موضوع على محور التماثل فلن يتغير، هذا الرأس لن يتغير، صورة هذا الرأس هو نفسه. انظروا هذا الرأس، هذا يبعد بقطعتين، إذن هنا في الأعلى قطعتين. انظروا إلى هذا الرأس يبعد بواحد اثنان ثلاثة، يبعد عن المستقيم دي بثلاثة، إذن واحد اثنان ثلاثة. ثم نأخذ مسطرة ونقوم بجمع أو نصل بخط بين هذه الرؤوس لنجد مماثل هذا الشكل، وبذلك أكون قد رسمت مماثل هذا الشكل. انظروا، قابلان للتطابق، يعني إذا قمت بعملية الطي قابلان للتطابق، متشابهان. انظروا، التماثل المحوري يحافظ على الأشكال، هذا الشكل هو هذا الشكل، يحافظ على المساحة، هذه المساحة الخضراء هي هذه المساحة، يحافظ على الأطوال. انظروا، هذا الطول يساوي هذا الطول، هذه القطعة طولها يساوي هذه القطعة، يعني يحافظ على المسافات، هذه القطعة هي هذه القطعة، يحافظ على الزوايا. انظروا، زاوية منفرجة زاوية منفرجة، انظروا هنا هذه الزاوية وهذه الزاوية، يعني يحافظ على قياس الزوايا فقط، لا يحافظ على الاتجاهات، هذا اتجاه نحو الأسفل، هذا اتجاه نحو الأعلى. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.